مرحبا بكم من جديد مع كودر شيار. في درس اليوم سوف نشرح عن الخاصية يسمى كورسر. طبعا هذه الخاصية ربما قد تحتاجها. الخاصية هذه يمكنك من خلالها تغيير الشكل الماوس عندما يكون على عنصر محدد الذي قمت بإضافة له الخاصية كورسر. لكي تفهم بشكل أفضل سوف أدخل إلى الشرح مباشرة. على سبيل المثال أريد أن أطبق الخاصية كورسر على العنصر الايمج، هذا العنصر عندما يكون الماوس على هذا العنصر اريد ان يتغير الشكل الماوس كما الشكل الزر الماوس. للقيام بذلك هنا قمنا بتحديد الايمج في الدرس السابق، نقوم بإضافة هنا كورسر بهذا الشكل كورسر. هنا نعطي القيمة، على سبيل المثال اريد ان يكون النوع بوينتر، نقوم بالحبس، نقوم بتحديث. كما تشاهد تغيرت الشكل الماوس عندما يكون على هذا العنصر. طبعا هناك كثير من القيم، اخترت لكم قائمة لأفضل القيم لأفضل الأشكال التي سوف تستفيد منها عبر هذا الموقع. سوف أضع لكم رابط هذا الموقع بالوصف الفيديو. يمكنك إضافة الخاصية كورسر لأي عنصر تريده. إذا قمنا بإضافة الخاصية كورسر لأحد العناصر مع القيمة الله سوف يكون بهذا الشكل شكل الماوس. إذا قمنا بإضافة مع قيمة على سكرول سوف يكون بهذا الشكل. كما تشاهد كل هذه القيم موجودة للخاصية كورسر، يمكنك تحديد القيمة التي يناسبك. رابط هذه الصفحة سوف تجده في الفيديو، يمكنك من خلال اختيار القيمة التي يناسبك. كما تشاهد البوينتر الذي قمنا بإضافته هذا هو. إذا قمنا على سبيل المثال بإضافة نوت unlocked سوف يظهر الشكل الماوس بهذا الشكل. لنقوم بالتجربة ذلك، نقوم بوضع بدل البوينتر نوت الله بهذا الشكل، نقوم بالحبس، نقوم بالتحديث. كما تشاهد بهذا الشكل يمكنك تغيير الشكل الماوس عندما يكون على عنصر محدد. كل ما عليك فقط بإضافة الخاصية كورسر إلى العنصر الذي تريد أن تغير الشكل الماوس عندما يكون الماوس عليها بهذا الشكل. كما تشاهد هذا كان درس اليوم. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. بتمنى من حضرتكم مشاركة الكورس مع أصدقائكم واقتراحه دائما لأصدقائكم وللآخرين. أراكم في الدرس القادم.